السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في قناتنا العلم هدفنا. إن شاء الله النهاردة الفيديو هيبقى لي Grade 5 First Term Unit 1، ومكملين مع بعض الكونسبت الأولاني، وهناخد بإذن الله Lesson 5 مع بعض. ويلا نبدأ بسم الله. في الأول الليسون معانا بيتكلم على فكرة الكومبيرينج نمبرز، إن إحنا إزاي نعمل كومبيرينج أو نقارن الإيه النمبرز اللي معانا. طيب إحنا في الأول عايزين نقول إن إحنا الكلام ده طبعا خدناه قبل كده كتير، بس إحنا زي ما متعودين إن إحنا لما بنحكي على موضوع بنحاول كده إيه نفتكره من أوله كده ونجيبه من أوله، بحيث أي معلومة تبقى ناسينها نرجع إيه نفتكرها مع بعض. تعال نشوف الكلام ده إزاي. إن إحنا عندنا كان في حاجة اسمها greater than، بمعنى أكبر من، وده السيمبول بتاعها. كمان كان في حاجة اسمها less than، بمعنى أقل من، وده السيمبول بتاعها. وبعد كده كان في equal to، وده السيمبول بتاعها. هناخد كمان اكزامبل بسيطة كده. لو 8 و 2 أكيد ال 8 greater than ال 2. طيب لو قلت ال 2 و 8 هنا أكيد ال 2 هي less than ال 8. ناخد بالنا كويس، إحنا بدأنا نقول إيه في الأول؟ إحنا بدأنا نقول ال 8، يبقى 8 ايه بالنسبة لل 2، أكيد ال 8 greater than 2، ولما بدأنا بال 2 يبقى ال 2 هي اللي less than ال 8. أوكي، نشوف equal. مثلا 9 equal 9، بس أنا عايزة أقول لك على فكرة إن ممكن موضوع ال equal ده يجي لك بصورة إيه. مثلا عندك 2 over 10 ومثلا 0.2. أنتوا ملاحظين إيه بقى؟ ملاحظين ان بيجيب لك نمبر في صورة فراكشن مثلا، ونمبر تاني في صورة ديسمال. اوكي، وبيقول لك قارن ما بينهم. فاحنا شايفين ان 2 over 10 هي نفسها equal 0.2، هي نفسها equal 0.2 او 0.2 بالشكل ده. فطبعا الاجابة على طول هيبقى equal. مش بس كده، ممكن يجيب لك ايه، ان النمبر الاولاني في فورم مثلا word form، والنمبر التاني في صورة standard form. اوكي، بس هما نفس القيمه، فساعتها هتقول ايكوال. فهمتوا ازاي؟ فكره بسيطه كده، ان فكره الايكوال ان بيبقى فيه تو نمبرز، وممكن بس كل واحد ايه في فورم مختلف. دي صوره من صور الايه الاكزامبل اللي هنشوفها مع بعض. نشوف كده كمان. احنا لو عندنا نمبر اسمه 23 و42، دي مش محتاجه نفكر يا جماعه فيها، سهله. 20 و40 أكيد 23 less than 42. طيب لو عندنا 824 و 392 برضو مش محتاجين نفكر، 800 و 300 أكيد ال 800 A greater than 300. تمام. طيب بس أنا عايزة أقول لكم إن إحنا هنبدأ نعمل comparing من خلال steps معينة هنمشي بيها، هنشوف إزاي مع بعض. في الاول انا عايزه اقول لكم ان انا هشرح الستبس دي من خلال الاكزامبل. نشوف اول اكزامبل معانا. اول اكزامبل بيقول لك 2 و 3 واعمل لي كومبيرنج ايه ما بينهم. طيب هقول لك اول حاجه بنبدا، او اول ستبس بنبدا نفكر فيها اكتبها لك كده، ان انا في حاجه افكر نمبر اوف ديجيتس. يعني ايه نمبر اوف ديجيتس؟ ابدا اشوف النمبر معايا فيه كام ديجيت. فتعالى نشوف كده مع بعض. والله انا عندي 2 في 1 ديجيت و 3 في 1 ديجيت، يبقى تمام هما ايكوال. نبدا بقى ايه نعمل كومبيرنج ما بينهم. 2 اكيد less than 3. تمام، اهو هنكتب ان 2، نشوف بس كده اهو 2 less، نغير برضو معلش يا جماعه نغير اللون مع بعض عشان نبقى اوضح. 2 less than 3. اوكي، نشوف اكزامبل تاني. النمبر اسمه ايه؟ النمبر اسمه 23 و24. احنا اول ستيب قلنا بنفكر فيها ايه؟ ان احنا نشوف النمبر اوف ديجيتس. اوكي؟ طب هنا 23 2 ديجيتس يعني، و24 2 ديجيتس، خلاص تمام. نبدا بقى نشوف تاني خطوه معانا، او تاني ستيب معانا هنبدا نفكر فيها، ان احنا نعمل المقارنه بايه عن طريق ايه؟ يعني مثلا هقول لك ازاي. انا مثلا عندي 23 كده مع بعض. مش 3 دي في خانة الوانس، كنا بنقول عليها دي في خانة الوانس يا جماعة، والتو دي في خانة التنس، صح كده؟ أنا ببدأ أقول لك أنت في الحالة دي هنبدأ نبص أول حاجة خانة التنس، بنبدأ من الليفت آخر خانة معانا. أبص هنا التنس هنا فيها كام؟ كان فيها 2، والتنس هنا فيها كام؟ فيها 2 برضو. يعني إيه؟ يعني إيكوال، لأن 2 إيكوال 2، 2 إيكوال 2. ف
في الحالة دي هقول لك لا خلاص احنا بقى نروح باصين الخطوة التالتة، ان احنا نبص معانا على الايه الخانة اللي بعديها وهي خانة الوانس. هل بص هنا الوانس هنا فيها 3 والوانس هنا فيها 4. طيب ما احنا عارفين ان 3 less than 4، 3 اللي معانا دي less than 4، يبقى اذا النمبر كله على بعضه الاولاني ده اقل او less than النمبر التاني، يعني 23 less than 24. تمام كده، او 23 less than 24. اوكي نشوف اكزامبل اللي بعده. ها اول حاجة هنبص عليها ايه؟ احنا قلنا هنبص عليها هي number of digits. والله هنا في 3 digits وهنا 3 digits، وبالمناسبة كمان 3 digits اول digit في خانة الوانس، بعد كده tens، بعد كده 100. الكلام ده كله عارفينه. طيب هنبدأ نقول ايه؟ هنعمل الكمبيرنج ازاي؟ هنبدأ باخر خانة او last ايه بليس value عندنا، فهنلاقي اخر حاجة هنا كانت في الهاندرد، هنا كان في عندنا 2 في الهاندرد وهنا 2 في الهاندرد، تمام هما ايكوال. ساعتها هنبدأ نشوف الخانة اللي قبليها، هنبص نلاقي الخانة اللي قبليها كانت عندنا هنا 2 في التنس وهنا برضو 2 في التنس، طيب ما هم ايكوال برضو. إذن هنروح نشوف الخانة الأخيرة معانا وهي خانة الوانس، هلاقي إن في هنا 4 في الوانس وفي هنا 6 في الوانس. إذن النمبر طبعا إن 4 less than 6، إذن النمبر كله على بعضه هو less than النمبر التاني كله على بعضه، وبالتالي هبدأ أكتب إن 224 هي less than 226. أوكي نشوف إكزامبل تاني. إكزامبل التاني الستبس بتاعتنا، أول حاجة أبدأ أشوف number of digits، والله هنا عندي 3 digits وهنا 3 digits كمان. طيب تاني استيب قلنا عليها ايه؟ ان احنا نبدأ نقارن او النمبرز من ايه؟ من اخر من last ايه نمبر او من اخر خانة، تمام؟ فهنبص طبعا هنا خانة الهاندرد اهو، تعال نشوف كده مع بعض. هادي خانة الهاندرد، هنا فيها 2 وهنا فيها 2، تمام؟ هما قد بعض. نبدأ نشوف خانة اللي بعديها وهي خانة التنس اللي هي دي، اللي هنا في 3 اهي وهنا فيها 2، هنا فيها 3 وهنا فيها 2. طيب ما 3 greater than 2، 3 greater than 2، إذن خلاص كده النمبر كله على بعضه، النمبر كله على بعضه هيبقى greater than النمبر التاني. يبقى أنا هنا ما احتاجتش إن أنا أبص على الخانة الوانس، أنا ما بصيتش أساسا على خانة الوانس. ليه؟ لأن أنا لما وصلت لخانة التنس مع بعض، لما وصلنا لخانة التنس هنا كان 3 greater than 2، مش هبص أساسا لخانة الوانس، تمام؟ اوكي نحاول بس نمسح الكلام ده كده مع بعضه، نمسح اللي احنا عملناه ده عشان برضو ايه الصورة تبقى اوضح معنا. اوكي نشوف اكزامبل اللي جاي. نبص بقى ادي في نمبر وفي نمبر، احنا قلنا اول ستيب هنعملها ايه يا جماعة؟ ان احنا نبص على نمبر اوف ديجيتس. هلاقي والله هنا عندك ادي 1 2 3 4 ديجيتس، وهنا عندك 1 2 3 ديجيت. طيب ففي الحالة دي لما بيبقى العدد او النمبر مختلف، ساعتها اكيد النمبر اللي فيه ديجيتس اكتر هو الاكبر، خلاص يبقى انا مش محتاجه بقى ايه، خلاص طبعا كده على طول اقول ان النمبر الاولاني ده greater than النمبر الايه التاني، تمام. طيب انتوا ملاحظين ايه يا جماعه بقى؟ ان احنا كل الاكزامبل اللي شرحناها ده كنا بنتكلم على ارقام انتجرز او ارقام صحيحه، بمعنى ان النمبر معانا ما كانش فيه ديسمال. طب يا ترى احنا لو النمبر معانا بقى فيه ديسمال هل الدنيا هتختلف؟ طب نشوف ازاي، نشوف برضو من خلال الاكزامبل نشوف الكلام ده. نمبر اسمه 5.2 ونمبر اسمه 6.7، ماشي احنا هنمسح بس الكلام ده كده مع بعض واشوف هقول لك ايه كمان. هقول لك حاجه، هقول لك انت لما تيجي تشوف الديسمال، ها لما تيجي تشوف الديسمال انت انساه. بمعنى ايه انساه؟ يعني مثلا اهو تعال نكتب، احنا بنقول اهو 5.2 و6.7 صح، مش دول التو نمبرز؟ هقول لك حاجه، اقول لك انت جزء الديسمال ده، جزء بتاع الديسمال ده انساه، اكنه مش موجود، اكنه مش موجود. وهبدا هبص على الجزء اللي هو الديجيت الصحيح، هو ده اللي هبص عليه، تمام، وده اللي هنعمله. اكن اهو البوينت 2 انا مش شايفاها دلوقتي او البوينت 7، انا عيني بص على الايه الديجيت اللي هو الانتجر الصحيح ده، هلاقي هنا 5 وهلاقي هنا 6. طيب ما اكيد ال5 هي less than ال6، تمام، يبقى اذا النمبر كله على بعضه هيبقى less than النمبر الاولاني ده هيبقى less than النمبر التاني، تمام.
انا عايزه برضو اقول لكم على حاجه، افكركم ايه بنقطه كده معينه برضو قبل ما نكمل بقيه الاكزامبل. تعالى نمسح الكلام ده. هو يعني ايه اساسا ديسمال؟ يعني ايه اساسا ديسمال؟ نشوف ازاي. انا مثلا لو عندك بقول لك 9 اوفر 10، مش دي يا جماعه كنا بنكتبها 0.9 صح كده في صوره ديسمال؟ طيب لو عندك 10 اوفر 10 مش دي كانت ايكوال 1؟ انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ انا عايزه اقول ان انا طول ما النيميريتور اللي فوق ده اقل من الدينيميريتور ده، انا النمبر اللي معايا لس زان ال1، اقل من ال1، اقل من ال1 الصحيح، الرقم الواحد كده الصحيح. فبالنسبه لي هو رقم صغير، يعني لما اقول لك 0.9 0.7 0.8 بوينت اي حاجه، انا لسه ما كملتش ال1 الصحيح. تمام؟ عشان كده بقول لك احنا نستبعد الديسمال دلوقتي، احنا اهم حاجه عينينا بصه كده، بصه على الديجيت الصحيح، الانتجر بنقول عليه الانتجر، هو الجزء الانتجر ده بيبص عليه، سواء بقى اكبر اقل هنشوف، تمام؟ ومهملين دلوقتي فكره الديسمال. فاهمين قصدي؟ لان هو اساسا كديجيت هو اساسا اقل من الايه؟ ال1. نشوف الاكزامبل اللي جاي. نبص هنا بقى على الاكزامبل اللي جاي كويس. هبص هلاقي هنا في 2 تمام 0.98 و2.97. طيب ايه احنا قلنا ايه؟ قلنا هنمشي ستيبس ازاي؟ تعالي نشوف بس نمسح. قلنا والله احنا هنهمل الجزء الديسمال، ماشي تعالوا نهمل الجزء الديسمال اهو. انا الجزء الديسمال ده اهو انا كني مش شايفاه، اللي هو قبل البوينت يعني بوينت و98 و0.97 انا مش شايفاهم. طب هعمل ايه؟ عيني هتروح على الجزء اللي ايه الديجيت الصحيح، هلاقي هنا 2 وهنا 2. طب هما ايكوال، طالما ايكوال بقى ساعتها هخش عادي في جزء الديسمال، هنخش عادي في جزء الديسمال برضو، ما احنا ماشيين فروم ليفت تو رايت. هلاقي هنا علامه البوينت وهنا هلاقي علامه البوينت، اوكي. بعد كده هلاقي خانه التنسز اهي، التنسز تعال نشاور عليها. هنا كان في خانه التنسز هنا 9 وخانه التنسز هنا 9، طب ما هم طلعوا ايكوال برضو، ساعتها هنروح الخانه اللي قبليها اللي هي تبقى خانة الهاندردز وهنا خانة الهاندردز. هلاقي ان هنا فيها 8 وهلاقي فيها هنا 7. طب ما انا عارفة ان ال 8 greater than 7، ال 8 greater than 7، اذا الديجيت او النمبر بقى كله على بعضه هيبقى ايه؟ greater than النمبر التاني بالشكل ده. فهمتوا قصدي؟ تمام. نبدأ نمسح برده ده ونشوف الاكزامبل اللي جاي. اهو نمبر زي كده، ها تعرفوا تحلوه ده بقى كده. نبدا نشوف النمبر كده، هنلاقي في عدد ديجيت كده نعد 1 2 3 4 5 وده 1 2 2 ديجيت بس. يلا بقى نبدا هنقول ان النمبر ده كله على بعضه جريتر ذان ده. ايه رايكم؟ ايه رايكم لو عملنا كده هيبقى سوليوشن صح ولا لا؟ لا، احنا لو عملنا كده هيبقى سوليوشن غلط جدا، هنبقى غلطانين قوي. ليه بقى؟ لان ما ينفعش اللي احنا كنا بنطبقه على الديجيتس الصحيحه العاديه الانتجر دي نطبقه على فكره الديسمال، ما ينفعش خالص. امال ايه اللي هيعمل؟ ايه اللي هنعمله في الديسمال؟ هنمشي الستبس اللي احنا قلنا عليها. ايه الستبس؟ الستبس ان احنا قلنا ان احنا هنهمل الجزء الديسمال دلوقتي، مش هنبص له ومش هنبص للجزء الديسمال ده كله على بعضه، تمام. امال هنبص ايه على الرقم الديجيت؟ طيب ما هنا في 3 وهنا في 3، تمام، يبقى هما ايكوال خلاص. ساعتها نبص على الديسمال، اوكي ادي البوينت بتاعت الديسمال معايا وادي بوينت الديسمال. وبعد كده في عندك اول خانه بتقابلنا هي خانه التنسز، هلاقي هنا فيها 3 والاقي هنا خانه التنسز اهي، خانه التنسز هنا هنا فيها 3 وخانه التنسز هنا فيها 9. الله، طيب ما 3 less than 9، إذا الديجيت كل أو النمبر كله على بعضه هيبقى less than، يبقى النمبر الأولاني ده كله مع بعضه less than النمبر التاني. طيب هتقولوا مش مقتنعين، طيب تعالى أقنعك. هتقول إزاي في عدد ديجيت وده يبقى أقل؟ تعالى نقتنع مع بعض شوية، تعالى نشوف إزاي. فاكرين يا ولاد لما كنت بقول إن أنا عندك 3 لو مكتوبة بالشكل ده 3.0 هي نفسها 3، او بلاش نغير اكزامبل بالشكل ده كده. فاكرين لما كنا نقول 0.3 هي نفسها ايكوال 0.30 كده بالشكل ده سيرت، يعني هي نفسها ايكوال 0.3 هندرز بالشكل ده، هي نفسها لو اقول 0.3 و
وحط اي عدد من الزيرو قصادي، تمام؟ ساعتها كنا قلنا فكره ان انا لو اي زيرو في جزء الديسيمال موجود ايه في قبل لاست، قبل اخر لاست ديجيت في الديسيمال موجود بالشكل ده ملهوش قيمه. يعني 0.3 هي نفسها 0.30 بالشكل ده، هي نفسها 0.300 هي نفسها 0.3، واي عدد من الزيرو قصادها. فاكرين؟ طيب انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ تعالوا نمسح كده وشوف احنا بنقول الكلام ده كله ليه. نمسحه كده بنفس المبدا اللي احنا اتكلمنا عليه. طب ما تيجي النمبر اللي هو 3.9 اكتبه بالشكل ده، اكتبه بشكل ايه؟ هكتبه اهو، هكتبه 3.9 واحط بالعدد الديجيت ده زيرو، ها يبقى 0 0 0. ايه رايك ان احنا كده بقى عندنا نمبر اهو في نفس نمبر اوف ديجيتس وما غيرتش فيه؟ ما هي 3.9 هي نفسها، قلنا 3.9 وحط اي عدد من زيرو. اوكي طيب ساعتها انا لو هبدا اعمل كومبيرنج النمبر اعمل بنفس الستبس. ايه هي نفس الستبس؟ ادي كارنت او عملت ادي 3 هي نفسها 3، ادي البوينت وادي البوينت، ادي 3 هنا في التنسز وادي 9 هنا في ال 9 هنا في التنسز. اذا النمبر كله بقى على بعضه، النمبر كله على بعضه معانا هيبقى ايه؟ less than النمبر، النمبر الاولاني ده هيبقى less than النمبر التاني. تمام؟ عايزين ناخد بالنا يا اولاد من النقطه دي، ان احنا ما نتسرعش ونقول ان في عدد ديجيتس اكتر يبقى ده اكتر. لا، الكلام ده كنا بنطبقه لو الديجيت صحيحه. اول ما ندخل في فكره الديسمال الدنيا بتختلف، زي الايه الاكزامبل اللي احنا حكينا ده عليه مع بعض. الاكزامبل ده عايزاكم تاخدوا بالكم منه قوي علشان في فكرين. نشوف بقى كده الاكزامبل اللي جايه. اول اكزامبل معانا بيقول لك اهو ان احنا يوز يو كان يوز بليس فاليو تشارت، تمام، تو كومبير ديسيمال. ان انت عندك تو نمبرز هو بيقول لك استعمل تشارت. احنا طبعا ممكن نعمل كومبارزون او نعمل كومبيرنج من غير ايه، من غير الشارت، بس هو يعني مدينا تشارت زي ما احنا شايفين كده. طب نبص الاول على تو نمبرز معانا اهو، ادي تو نمبرز معانا، تو نقراهم كده مع بعض، ادي 2 تمام. اند او تعالى نقرا النمبر زي ما قلت لك كده في السريع، احنا دلوقتي مش في ان احنا بنقرا، ان انا بقول 2.948 و2.957. اوكي هبدا اشوف. احنا قلنا اول حاجه هنبص اللي ايه اللي قبل اللي ايه الديسيمال واللي هي الديجيت الصحيح، هنا 2 وهنا 2 ايكوال، تمام. نبدا نشوف ادي بوينت وادي بوينت، تمام، قد بعض يعني. وبعد كده هنا في خانه التنسز في 9 وهنا في 9 ايكوال. نبدا نشوف خانه الهاندردز هنا كان فيها 4 وهنا فيها 5. اذا يبقى الديجيت خلاص انا مش محتاجه ابص تاني، الديجيتس كلها على بعض، النمبر ده كله على بعضه هيبقى less than النمبر التاني، تمام. وده طبعا اللي بيوضحه من خلال الشارت، وحطيت لك كل نمبر في البليس فاليو بتاعتها المكانها بالشكل ده، وبيبدا يقول لك والله ادي هنا زي ما احنا شايفين قارنا الوانس مع الوانس طلع ايكوال، قارنا التنسز مع التنسز طلع ايكوال، لما دخلنا في الهاندرز لقينا ان الفور less than الفايف، اذا النمبر الاولاني كله على بعضه هيبقى اقل من النمبر التاني. يلا نشوف اللي جاي برضو. هنا تو نمبرز زي ما بقول لكم، تعالوا بقى نعمل كده مع بعض. انا هبص على تو نمبر معايا، ادي بوينت وادي بوينت، نغير بس اللون، ادي بوينت وادي بوينت. اوكي نبدا نبص على خانه التنسز، الاقي هنا فيها 2 وهنا 2، تمام، يبقى زي ايه؟ زي بعض. هبدا بعد كده هبص على خانه الايه الهاندرز معايا، هلاقي هنا فيها 6 وهلاقي هنا فيها 0، وطبعا ال 6 جريتر زان 0، اذا النمبر كله الاولاني ده هيبقى جريتر زان النمبر الثاني. وده طبعا من خلال الشارت بيبدا ايه يوضح. خدتوا بالكم ان انا ما اهتمتش خالص بعدد الديجيتس، تمام، لان انا عندك خلاص انا دخلت في الديسمال. يعني هنبص كده كام ديجيت، ادي 1 2 3 وهنا 1 2، بس اللي فيه عدد ديجيتس بالصدفه طبعا علشان قيمه الديجيت نفسها هو جريتر ذان الايه النمبر ده. يعني مش دايما احنا مش هنقول عكس. يعني تعال نشوف اكزامبل كده مع بعض، تعالوا نشوف الاكزامبل، هيوضح في الاكزامبل اللي جاي كمان. نمسك كده 52.008 و52.8، تعالوا نمسكه مع بعض اهو، نشوف كده، ادي 52.008 وادي 52
2.8. اوكي ها الستبس ان احنا بنهمل مع بعض، بنهمل مع بعض الجزء، مش بنهمل يعني احنا ايه بنركنه على جنب كده يعني ايه بننساه شويه عقبال ايه ما نشوف الايه بقيه الايه الاكزامبل معانا. نشوف هنا في بنبص على الديجيتس الصحيحه، والله الاقي هنا 52 وهنا 52 ايكوال. خلاص ساعتها بص بقى على جزء الايه الديسمال، هلاقي في عندي بوينت هنا وبوينت هنا اكيد. ابص بقى على خانه التنسز هلاقي ان انا موجود عندي هنا 0 وهنا موجود 8. خلاص الزيرو اقل من الايت يبقى النمبر كله على بعضه less than النمبر التاني بالشكل ده. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. شفتوا برضو هنا انا ما اهتمتش اهو بعدد الديجيتس، طالما دخلنا في الديسمال انا اشوف هنا مثلا 3 ديجيتس وهنا 1 ديجيت، تمام، في الجزء يعني الديسمال يعني، تمام. بس في النهايه علشان القيمه او الفاليو بتاعت النمبرز معانا ادى النمبر كله على بعضه less than النمبر التاني زي ما احنا شايفين. طيب نمسح الكلام ده كده برضو مع بعض، تمام، ونشوف الصفحة اللي بعديها. طيب على طول اوكي، انا بس عايزة امسحها عشان اوضح لكم ان الكلام ده اهو، نمسح بس مع بعض ان الكلام ده ممكن يبقى من خلال الشارت بالشكل ده، لانه بس هو قايل لنا ان احنا عايزين نعمل ده من خلال الشارت بالشكل ده. طبعا كله واضح وبيقول لك ان احنا بنبدا نقارن مثلا التنس الوانس مع الوانس، التنس مع التنس الاول، بعد كده وانس مع الوانس، وبعد كده لما طلع ايكوال بالشكل ده دخلنا في التنسز، وبعد كده دخلنا في الهاندرز وهكذا، تمام. يلا بس طبعا هنا ما دخلناش في الهاندرز، ان احنا وصلنا ليه ان لما دخلنا في التنسز لقينا على طول ان الزيرو هي لسه زان الايت، خلاص النمبر كله على بعضه اقل من النمبر الثاني، ما بصلناش بقى الهاندرز فيها ايه او الثاوزندز فيها ايه. يلا مع بعض نشوف اكزامبل كمان، او تعالوا نشوف اكزامبل ده مع بعض. بيقول لك 3.02 و 3.019 عادي، احنا نمشي بالستبس بتاعتنا. ايه هي؟ ادي 3.08 و 3.019. ها هنبص على اول خانه من طبعا من الليفت، هنا 3 وهنا 3 ايكوال، هنا بوينت وهنا بوينت، هنا 0 وهنا 0 في التنسز ايكوال. ابص بقى دلوقتي على خانه الهاندرز فيها هنا 2 وهلاقي هنا فيها 1، طبعا ال 2 جريتر ذان ال 1، يبقى اذا الديجيت كله على بعضه، الديجيت كله على بعضه هيبقى او النمبر سوري كله على بعضه هيبقى ايه جريتور ذان النمبر الثاني، تمام. نمسح برضو الكلام ده مع بعضه ونشوف كده ازاي. برضو هنا بس الكلام اللي احنا بنقوله ده واضح من خلال الشارت، لان بس الاكزامبل في الاول بيقول لك استعمل الشارت معانا. نشوف اللي جاي هنا، بيقول لك برضو كومبيرن ان تو نمبرز بالشكل ده، ادي اهو انا هحاول نكتبه كده مع بعض عشان التاني الدنيا ايه تبقى واضحه وانا بقول. ادي 2.135 وهنا 2.137. ها نمشي الستيب بتاعتنا، ادي بصين اول خانه هنا فيها 2 وهنا فيها 2، تمام ايكوال. نرجع ادي علامه البوينت، نرجع بعد كده التنسز هنا فيها 1 وهنا 1 يبقى ايكوال. نبص على خانه الهاندرز هلاقي هنا فيها 3 وهنا فيها 3 يعني ايكوال. فخلاص هضطر ابص على اخر ديجيت عندي او اخر خانه معانا، هلاقي هنا ال5 في الوانس في الهاندرد سوري، والاقي هنا ال7 في الهاندرز، فاذا ال5 less than 7 يبقى النمبر كله على بعضه هيبقى ايه النمبر كله على بعضه هيبقى less than النمبر التاني بالشكل ده. نمسح برضو مع بعض كده علشان نشوف السوليوشن هو مع بعض. يلا يا اولاد كده بسرعه، ماشي. هو هنا مش عاملين الشارت، ان احنا خلي بالكم ان احنا مش شرط كل مره هنعمل الشارت بالشكل ده. فاهمين ازاي؟ ان هو لو طلب الشارت هنعمله او جايبه، لكن لو مفيش الشارت احنا بنعمل كومبيرنج ببساطه كده. حتى احنا مش هنكتب ستيبس، يعني مش هنكتب ان الوانس خانه الوانس بتساوي خانه الوانس، التنس مش عارفه بتساوي ايه، مش هنعمل ستيبس ولا هنعمل شارت الا لو طلب مني. غير كده ان احنا بنعمل ايه بصوره بسيطه خالص، ان احنا بنقارن. تعالى نشوف الكلام ده مثلا هنشوفه ازاي. عندك هنا نمبر بيقول لك 0.395 وهنا 385/1000. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا، ايه هي؟ ان احنا لما نيجي نعمل عمليه كومبيرنج للنمبرز ما ندخلش كده في الايه في السوليوشن على طول. امال ايه؟ اول حاجه ان احنا لازم نخلي التو نمبرز اللي احنا هنعمل كومبيرنج ليهم نخليهم في نفس الفورم، يعني ايه نفس الشكل،
يعني ايه برضو؟ يعني يبقى الاتنين ستاندرد، الاتنين يبقى وورد فورم، المهم يبقى ايه شبه بعض، الاتنين ديسمال، الاتنين فراكشن. طب احنا بقى شايفين هنا ايه؟ اول نمبر ديسمال وتاني نمبر فراكشن. طب لا ما ينفعش، احنا عايزين يبقى كله شبه بعضه. ايه رايك ان احنا الرقم الفراكشن او النمبر الفراكشن ده اخليه في صوره ديسمال علشان يبقى شبه الاولاني؟ طب تعالى نعمل كده مع بعض. نعمله ازاي؟ اقول ده عباره عن 3 8 5، وطالما هو اوفر 1000 يبقى البوينت الديسمال تيجي بالشكل ده كده. خلاص تمام كده، عمليه الكومبيرنج بقت سهله قوي. ادي البوينت وادي البوينت، 3 هنا و3 هنا في التنسز، 9 هنا في الهندردز و8 هنا. خلاص 9 greater than ال8، يبقى الدمبر كله على بعضه هيبقى greater than بالشكل ده. تمام، نشوف الاكزامبل اللي بعده. نفس الفكرة، عندك 28,000 و.28. انا مش هقارن كده، انا مش هعمل comparing كده، انا لازم اخلوا نفس الاتنين two numbers في نفس الفورم في نفس الشكل. طب هنعمل ده ازاي؟ طيب ده اسمه ايه؟ 28,000. تعال نشوف ازاي. ما 28,000 اهي، thousands بكتبها ازاي؟ تعال نكتب كده مع بعض. ادي 28,000 معناها ان انا بكتبها over كده، صح ولا لا؟ تعال بعد كده نحوله لصورة decimal علشان يبقى ايه نفس الحاجة. ادي 28 والديسمال، قلنا علامة الديجيت هتتحرك 3 خانات علشان في 3 زيرو تحت، فتبقى هنا هنا هنا، فهضطر كده احط زيرو تانية. تمام، شفتوا ازاي؟ اوكي، فطبعا لو ما هنيجي نعمل الكومبيرنج بقى هو مع بعض، ادي البوينت. وطبعا ثواني بس هنعلم بس ايه كده مع بعض اهو، يعني بالظبط كده النمبر نقدر نكتبه بالشكل ده هنا، ان هو عبارة عن بوينت 028 كده، التو نمبرز اللي انا هقارن ما بينهم، النمبر ده والنمبر ده. طبعا بوينت بوينت، 0 هنا في التنسز و2 هنا في التنسز، خلاص يبقى النمبر الاولاني ده كله less than النمبر الثاني. شفتوا ازاي؟ هيبقى less ايه سوري، طبعا هيبقى less than اهو بالشكل ده اهو، علامه السيمبل كده مظبوطه كده. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده. طيب ها يلا نعمل كومبيرنج. هل اجري اعمل الكومبيرنج على طول؟ هقول لك لا، برضو نصبر. نصبر ايه؟ ان احنا نخلي نفس الفورمة نفس الشكل. هنا طبعا شكل زي ما احنا شايفين الشكل بتاع اليونيت فورم ده، فهنوده الستاندرد، هنبقى خليهم زي بعض. احسن حاجة، احسن حاجة طبعا بحس في الكومبيرنج دي، ان احنا لو نقدر الاتنين في شكل الستاندرد فورم بتبقى ايه انسب حاجة في الايه، في ان احنا نحل الايه الاكزامبل اللي معانا. فتعالى ده اللي هنعمله، نكتب النمبر بالشكل معانا ده. ادي 4 وانس، يبقى اكتب 4 وانس. قال لك اي حاجه تانية ليها علاقه قبل الديسمال؟ يعني بعد كده تعالى نقرا، واستحسن نقرا النمبر كله قبل ما نبدا نكتب. ادي 4000 و سوري 400 و 5000، خلاص يبقى احنا دخلنا في الديسمال. اذا هروح حاطه بوينت الديسمال وابدا بقى اشوف. قال لك 4 في الهاندرز، يبقى اعرف ان في 4 في الهاندرز كده، واعرف ان في حاجه تبقى في التنسز هنا. نصبر برضو كمان. قال لك 5 في 1000، خلاص 5 في 1000 اهي، يبقى اذا ما قالكش ان في ديجيت موجود في خانه التنسز، ساعتها انا هروح اعمله بقى زيرو كده، هحط هنا زيرو. شفتوا ازاي؟ طيب نبدا بقى نعمل الكومبيرنج مع بعض. ابدا اقول والله هنا في 4 وهنا في 4، ادي البوينت وادي البوينت، ادي الزيرو هنا في التنسز وادي الزيرو هنا في التنسز. تمام، نبدا نشوف في 4 هنا في الهاندردز وفي هنا 5 في الهاندرز، خلاص ال 4 less than ال 5، يبقى الديجيت كله او النمبر سوري كله هيبقى less than النمبر الايه الثاني مع بعض كده، يبقى less than اهو، هيبقى less than بالشكل ده. يلا بقى نشوف اللي جاي. يلا كده مع بعض يا اولاد نشوف النوتس دي. هي نوتس واكتر هي نصيحه. وايه هي بقى؟ ان احنا بيبقى عندنا اكزامبل او مساله في الامتحان او في اي وقت، يعني ان احنا عايزين نقراها مره واثنين وثلاثه قبل ما نبدا نحلها. تعال نشوف ازاي. الاكزامبل ده مثلا بيقول لك 200 ومنديك شويه تشوز اختيارات 100 طبعا، وبيقول لك يلا نحلها. طيب ممكن لو واحد اتسرع هيشوف ان 200 هيقراها انها 200، وساعتها هيقول 200 يعني 200 بالشكل ده. تمام، ويبدا يدوس على الايه السوليوشن ده، ساعتها طبعا هيبقى غلط لان هي مش 200 هي 200، يعني تكتب الشكل ده كده 2 over 100، وطبعا هكتبها 2 اهو 0.02، يبقى ساعتها السوليوشن ده هو الصح.
تمام؟ يبقى كده معانا الطالب شاطر ومذاكر وفاهم كويس قوي ان 200 هي 200 بالشكل ده، تمام؟ وفاهم لما اقول 200 انها 2 over 100 وانها بتتكتب 0.02، بس نتيجة انه اتسرع وقراها بسرعة حل غلط. فهمتوا ان اللي انا عايز اقوله ان احنا نبدأ نقرأ الاكزامبل مرة والتانية وفي التالتة نبدأ نحل المشكلة. طيب تعال نشوف اكزامبل كمان. الاكزامبل اللي معانا ده بيقول لك ايه، what is the number not equal to 5، ومدي بعض الايه اللي تشوز. الملحوظة بقى اللي انا عايز اقولها لك في هنا ان احنا اللي بيبقى عندنا تشوز نبدأ نقرأ كل تشوز، ما نسيبش واحد، ما نجريش على اول واحد ونحله، لان احنا بقرايتنا لكل تشوز ممكن نكتشف ان احنا في حاجة احنا فهمناها غلط في المسألة اصلا. ازاي كده؟ تخيلوا ان احنا الطالب مثلا قرى ده انه عايز النمبر اللي ايكوال 5، وبص كده على الاختيارات معانا لا ان 1 بلس 4 ايكوال 5، فقال لك يبقى ده الاختيار تمام وخلص المسألة على كده. لكن لو هو استنى شوية وبص، طيب والله ما 2 بلس 3 ايكوال 5، الله، و 0 بلس 5 ايكوال 5، وطبعا هيبص على 3 بلس 4 هيلاقي مش ايكوال 5 ولا حاجة. طيب فيحس لا في حاجة مش مظبوطة، مش معقولة ان في 3 اختيارات معانا تبقى صح، فاهماني؟ فلو رجعنا للمسألة هياخد باله، الله ده هو عايز اللي هي النقط equal not equal 5، فيفتكر لا يبقى انا كنت فاهم الايه الاكزامبل غلط او قريته غلط، ما خدتش بالي من كلمه نوت. فطبعا حاجه زي كده عايز النمبر اللي هو نوت ايكوال 5، يعني اللي هو هتبقى السوليوشن معانا طبعا اللي هو ايه 3، هيبقى 3 بلس 4 بالشكل ده. اوكي احنا الليسن معانا باذن الله النهارده سهل، ما فيهوش اي مشكله. هي الملحوظه اللي انا عايز اقولها لك اللي هم اللي انا قلتهم من شويه، ان احنا ما نتسرعش، نقرا الاكزامبل كويس قوي قبل ما نبدأ نحل، نقرأ مرة والتانية تمام ونبدأ نحل في التالتة. المشكلة تاني الملحوظة ان احنا بنقرأ كل تشوز زي ما احنا شايفين كده، كل اختيار برضو قبل ما نبدأ نحل، حتى لو احنا متأكدين ان في حل معنا صح. المشكلة نقرأ التاني والتالت والرابع حتى نتأكد اكتر ان احنا حلنا صح، تمام؟ الكلام ده كمان كله هيبان من خلال الاكزامبل اللي احنا هنشوف قد ايه الاسئلة سهلة قوي، تمام؟ بس لو تسرعنا هنحلها غلط، ودي مشكلة على فكرة الحاجات السهلة، انها لو على قد سهولتها من السرعة ممكن تتحل غلط. تعال نشوف ازاي. نبدأ يلا كده. اول اكزامبل معانا بيقول لك اهو ان 3.204 و 3.24. اوكي اهبص ادي 3 و 3.2 و 2 تمام. نبدأ هنا في هنا 0 هنا في الهاندرز وهنا 4، اذا الديجيت كله على بعضه اقل من الديجيت التاني اهو لسه زين. نشوف اللي جاي هنا 19 وهنا 19 قبل علامه الديسمال اهي بوينت الديسمال. طيب نبص بعد بوينت الديسمال هما ايكوال طبعا 19 و19 ايكوال، هلاقي هنا في 2 في التنسز وهلاقي هنا في 2 في التنسز تمام قد بعض، بس ايه بقى في هنا 2 0 وهنا مفيش حاجه، هنقول ان ده اكتر؟ لا هما ايكوال يا جماعه ايكوال. فاكرين افكركم تاني، فاكرين لما كنا بنقول مثلا 0.3 هي نفسها 0.300 هي نفسها 0.3 مثلا اي عدد من الزيرو، تمام؟ فاذا بالتالي ان لما يبقى في 200 بالشكل ده هي نفسها ايكوال 2 بس كده. ما ننساش يا جماعه المعلومه دي كده عشان ممكن ننساها وايه ونحل الايه الاكزامبل غلط. اوكي نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لك اهو ان انت عندك 20.7 و 20.077 20 و 20 تمام. هنا في التنسس هنا في 7 وهنا في 0، خلاص 7 greater than 0 يبقى النمبر كله greater than. 9.08 سوري نروح على الدي الاول. 1.01 1.099 1 و1 وبوينت و0 في التنسس و0 في التنسس و1 في الهاندرز و9 في الهاندرز، خلاص يبقى الديجيت او النمبر كله على بعضه less than النمبر التاني، لان 1 طبعا اقل من ال9. نشوف اللي جاي 9.08 و9.079 9 و9 في الونس وادي البوينت وادي البوينت وادي 0 و0 في التنسز و8 في الهاندرز و7 في الهاندرز، اكيد ال8 greater than ال7 يبقى النمبر كله greater than النمبر التاني. طيب نشوف الاكزامبل اللي جاي. قبل ما نبدا نقارن يا جماعه احنا دايما نخليهم في نفس الفورم، انا شايفه دي في فورم كده ستاندرد عاديه وهنا في الديسيمال طبعا وهنا في صوره فراكشن،
لا ما سيبهاش كده، احول احول ده نفس الصوره نعملها ازاي. طيب تعالي نشوف هي معناها 14.9، معناها 14.9 تمام. خلاص نبدا بقى ايه اهو، ادي 14 وادي 14 وادي بوينت وبوينت. هنا في 0 في التنسز وهنا في 9 في التنسز، خلاص يبقى النمبر الاولاني ده less than النمبر الثاني. نبص كده ها نبدا نقارن، لا لازم نحول نفس الفورم. حتى والله يا ولاد احنا لو باذن الله شطار كلنا وهنعرف من خلال ان احنا نبص بصه كده نعرفها ايه المشكله. المشكله ان احنا نبدا نحولها براحه كده الاول، يبقى الاثنين في شكل ستاندرد فورم كده تمام. تعال نشوف ازاي. هنا 4 اهو وادي 0.1 زي ما قايل لنا كده. طيب بعد كده 0.007، هل هكتب ال7 كده يبقى انا كده تمام؟ لا انا كده هبقى غلط. ليه بقى؟ لان انا عندك فيه 2 0 اهو، يبقى لازم مكانهم خانتين، يبقى في هنا كان هنا بوينت يبقى فيه 0 كمان هنا، علشان يبقى نفس اللي احنا بنقول عليه 0.007 وادي 7 اهي وقصادها 2 خانتين اهو 1 و 0. فعشان كده اضطريت ان انا احط 0 هنا في خانه ال 100 تمام. شوفوا بقى، تعالى بقى نشوف نقارن ازاي. ادي 4 وادي 4 وادي بوينت وادي بوينت وادي 1 في التنسز و 1 في التنسز. هنا 2 في ال 100 و 0 في ال 100، اذا النمبر ده جريتور ذان النمبر ده. شفت ازاي؟ طب افرض واحد مننا كان متسرع برضو وراح عمل لك الرقم كده، عمل لك الرقم كده اهو، قال لك ده 4.17، نزل كده الصوره اللي شايفها كده وخلاص. شايف ازاي؟ ساعتها كنا هنحل المساله غلط، هنقول والله هنا كان هنبقى شايفين ان في 2 هنا في الهاندرز وشايفين هنا 7 هي اللي في الهاندرز، فكنا هنقول النمبر ده هو less than النمبر ده. يبقى حتى لما نيجي نحول من صوره للتانيه مركزين قوي ان احنا بنحول صح ونكتبها في الفورمه صح وشكلها صح تمام، ما نسرعش. خلي بالكوا التسارع حتى الكبير ممكن يغلط. نشوف بقى الاكزامبل الاخير في الصفحه دي معانا 5000 و 0.500. طب نبدا نكتبها، نبدا نحول 5000 اهي، نمسح برده الكلام ده عشان ايه نكتب كده مع بعض جنب بعض هنا مثلا. يلا يا ولاد كده اهو اهو، ادي 5000. يعني ايه 5000؟ يعني 5 over 1000. طب ودي نكتبها ازاي؟ ادي 5 وادي 2 ديجيت مكان الايه ال يعني هو كده 1 2 3 في 3 ايه ديجيتس كده مكان ال 3 0 بتاعه الايه بتوع 1000 اللي تحت. طب احنا طبعا على طول 0.5 وهنا 0.0، يبقى النمبر الاولاني ده less than النمبر الثاني. برضه افكركم لو احنا كان واحد اتسرع وما خدش باله ده 5000 وقراها انها 5000 اللي هي 5000 يعني قراها كده مثلا، ساعتها كان يقول النمبر الاولاني ده كتير قوي على النمبر الثاني هو اللي اكبر، لكن طبعا هيبقى ايه اتسرع وايه وقراها بصوره غلط تمام. نشوف اللي جاي. ماشي، اول اكزامبل معانا بيقول لك اهو عندنا النمبر ده والنمبر ده. هنبدا بقى نتكلم كده بس بسرعه شويه كده عشان نخلص. ادي 3 هنا و3 هنا وادي بوينت هنا وبوينت هنا وادي 2 في التنسز و2 في التنسز 4 في الهاندرز 3 في الهاندرز، يبقى النمبر الاولاني جريتور ذان النمبر الثاني. نشوف هنا which of the following is greater than النمبر ده. نركز برضو في السؤال مره ثانيه، which of the following is greater than النمبر اللي هو 1.72، يعني عايزه النمبر اللي يبقى اكبر من النمبر ده، النمبر اللي هجيبه يبقى اكتر من النمبر اللي ايه اللي قايله لي في الاكزامبل، مش العكس مش العكس. 1.72 وادي 1.27، طيب ما ده اقل لان هنا في 2 هنا في التنسز وفي هنا في 7 في التنسز، يبقى ده مش معانا. طب فين الزي 1.00 هنا وهنا 7 في التنسز، يبقى ده مش معانا، ده اقل. 1.88 هنا في التنسز و7 هنا في التنسز، يبقى هو ده الاختيار الصح اللي هو نمبر سي. بس برضو ايه المشكله، نبص على اخر اختيار معانا 1.0 هنا في التنسز و7 في التنسز، يبقى هو ده رقم اقل، يبقى اختيارنا كان نمبر سي. نمسك الاكزامبل اللي بعده 1900 و19000. الاول طبعا دي بقى مش نكتبها برضو الصوره كده مع بعض اهو 19 اهو، طبعا يعني من غير ما نكتبها هي معروفه في 1900 و19000، هي دي قيمتها اكبر من ده. اثبت لك اكتر، تعالى نثبتها. نكتبها مثلا هنا كده جنبها مع بعض اهو، يعني ايه 1900 اهي
يعني لو هحولها للصورة التانية اقول ادي 19 وادي البوينت. طب يعني ايه 19000؟ اهي 19000 اهي. فلما اجي اكتبها حاجه زي كده اكتب ادي 19 وفي بوينت هتيجي هنا علشان يكملوا ال 30 بتاع الايه بتاع 1000. اذا هبص كده لو بصيت كده مع بعض على التو نمبرز اهم، هما دول اللي انا ببص عليهم ده وده. ها بصوا كده هلاقي هنا ايه بوينت، بصوا كده مع بعض هلاقي بعد بوينت ديسمال في 1 في التنسز وفي 0 في التنسز، تمام؟ فاذا ال1 في التنسز هي اكتر من الزيرو في التنسز، يبقى النمبر كله على بعضه هو اللي جريتر ذان النمبر الثاني، تمام؟ طبعا برضو لو اتسرعنا هيفتكر ان 100 اللي هي ال100 و1000 اللي هي 1000 العاديه، فكان يحل الايه الاكزامبل طبعا غلط. نشوف كده اللي جاي مع بعض، نمسح برضو ده يا ولاد بس الاول اهو كده يلا اوكي. الاكزامبل بعد كده بيقول لك which of the following is true، يعني ايه الاكزامبل الصح؟ احنا حليناه بس مش مشكله نرجع نشوف واحده واحده. يعني كل اختيار من ده في في حاجه غلط وفي واحده الصح. يعني اول اختيار تعالى نشوف كده مثلا 0.532 هي greater than 0.537 ازاي؟ ادي 5 هنا و5 هنا 3 هنا، نرجع بس الاشاره كده مع بعض 3 هنا و3 هنا و2 هنا في ال 1000 و7 هنا في ال 1000، لا يبقى المفروض كان النمبر ده هو اللي اقل من ده. يبقى اذا الاجابه اللي هو نمبر ايه ده اجابه او ريليشن العلاقه اللي موجوده معانا دي هي مش صح. نشوف النمبر بي 0.1 + 3 1.3، يعني ايه 0.1 + 3؟ يعني النمبر معانا عباره عن 3.1. طب هي 3.1 less than 1.3؟ اكيد غلط. طب نشوف اللي جايه اهو 1.0 1.1 اوكي اكيد غلط، اكيد في 0 هنا في التنسز وفي 1 في التنسز يبقى ده اكيد غلط. يبقى اذا اكيد اخر واحد معانا 8 over 10 هي 1.8 صح، يبقى هو ده الايه السوليوشن اللي هنحله نمبر دي، لانه بيقول لك ايه السوليوشن اللي ايه ترو. نشوف اللي جاي ادي نمبر وادي نمبر، هنبدأ نقارن. هقول لك اصبر خلي كله في نفس الفورم في نفس الايه الفورم. فهنمسك اول واحد نشوفه مع بعض نكتبه، انا هكتب معاك اهو ادي 4 نكتبه بس بلون اغمق اهو مع بعض كده اهو ادي 4 ماشي، وادي البوينت قايلك بوينت 2 ماشي، قايلك بوينت 05 ماشي اهي لان في 0 مكانها 2، قايلك بعد كده بوينت 007 اهي، يبقى كده الرقم بتاعنا مظبوط تمام. طيب نمسك الرقم الثاني، الرقم الثاني بيقول لك 4257 100، يبقى اكتبه كده ادي 4257 وطالما 100 يبقى الديجيت تيجي هنا بالشكل ده ما بين اهي تيجي بالشكل ده ما بين الايه ما بين ال5 وال2. وتعالى طبعا نشوف النمبر بقى نقارن مع بعض، هنا طبعا 4 وهنا 42 خلاص، يعني النمبر الاولاني ده less than النمبر الثاني. نشوف كده الاكزامبل اللي بعده، طبعا قلنا برضو نعمل في نفس الايه الفورما كده مع بعض اهو، يبقى النمبر الثاني هيبقى ادي 348 وطالما 100 يبقى البوينت تيجي بالشكل ده تمام. ونبدا بقى نشوف هنقارن ازاي، ادي 3 هنا و3 هنا بوينت تو بوينت 4 و4 هنا في 8 في ال100 وهنا في 0 في الايه في ال100، يبقى اذا النمبر الاولاني less than النمبر الثاني. نشوف كده مع بعض، هنا بيقول لك 14.1 في ديجيت هنا ناقص وهنا 7 اكبر من الديجيت التاني. يبقى احنا هنبص كده الديجيت اللي ناقص ده في انه خانه في خانه الهاندرز، فهنبص هنا في خانه الهاندرز المقابله لدي هلاقيها هنا فيها 5، وهو عايز النمبر الاولاني جريتر ذان النمبر التاني، اذا هجيب اي ديجيت يبقى اكتر من ال5. يبقى اذا لو حتى ما عنديش تشوز ابقى انا عارفه ان انا بقى عندي 6 7 8 9 كل الديجيت دي تبقى صح، اكيد منهم كلهم عندي نمبر 6 اهو، يبقى ده سوليوشن نمبر 6. يلا نكمل مع بعض اهو 5 ones و 5000 و 5.05، برضو زي ما قلنا ان احنا هنحمل الصوره زي ما قلنا ادي 5 ones ادي 5 في الونس، ويعني ايه 5000 يعني خلاص دخلنا في الديسمال نحط البوينت و5 هنا في 1000 يبقى 5 تيجي هنا، وطالما 1000 يبقى قدامها 2 0 كده او ما بينها وبين البوينت، يعني يبقى ده النمبر اللي ايه بنقارن بينه. ادي 5 و5 بوينت تو بوينت 0 و0 في ال 100 في ايه هنا؟ في هنا 0 وهنا 5، يبقى اذا النمبر الاولاني less than النمبر الثاني. نشوف هنا which of the following is not true، يعني عايزين نجيب الاختيار بتاعنا اللي مش هيبقى صح، اللي مش هيبقى صح. ناخد بالنا قوي من كلمه not، كلمه not
طب يعني لو في سوليوشن او ريليشن موجودة عندنا صح، يبقى دي مش هي اللي هنختارها يا ولاد. تعالي نشوف اول حاجة، بيقولك 14.14 و 14.014، ادي 14 و14 وادي 0.1، 1 هنا في التنسز و0 في التنسز، خلاص يبقى النمبر الاولاني جريتر زين الثاني، يبقى الريليشن دي صح. تمام، نشوف اللي بعديها 143/100، اكتبها بالصورة دي. تمام، 1.43. تمام، نشوف الاكزامبل اللي بعده او الاختيار اللي بعده 2.05، اهي 2 في 2 و2 اهو ايكوال بوينت تو بوينت، 0 هنا في التنسز و5 هنا في التنسز، وقايل لك انه اكتر، لا يبقى هنا كده ده السوليوشن بتاعنا، يبقى هو ده اللي فيه خطأ، لان المفروض النمبر الاولاني اقل من النمبر التاني. تعال نشوف الاخر اكزامبل معانا، بيقولك all the following are equal except، كل دول متساويين ما عدا. افكرك تاني معلومة لما كنا بنقول ان 0.3 هي نفسها equal 0.30 هي نفسها equal 0.3000، اي عدد بقى خلاص من الزيرو. اذا بيقول لك ان كل الشوز او كل الاختيارات اللي معانا دي كلها متساويه ما عدا في اختيار واحد، فاكيد هيبقى اللي هو نمبر سي، اللي هو نمبر سي. تمام، لان 300 هنا هي نفسها 0.3 هنا هي نفسها 0.8 هنا. تمام، احنا كده يا اولاد نكون خلصنا الليسون معانا النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه كويس، ومعلش انا لو طولت عليكم، بس صراحه كنت عايزه اقول كل نقطه وما نفوتش اي حاجه. ويا جماعه بقى باذن الله لو استفدتوا من الفيديو ادعمونا بلايك للقناه واشتراك، وشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس علشان كل زمايلنا تستفاد، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس معانا عن الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهات جديده بننزلها، ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.